يبدأ المباراة ند بند قوة بقوة خطيرة في شوفسايد. شوفسايد فرصة هدف أول علام يا ولد. عجماني يسجل هدف جميل. عجماني يسجل هدف ولا في شك في أوفسايد. ولا في شك في أوفسايد. الشامبي يتقدم نادي عجمان بثلاثية جميلة. هدف حلو قوي 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 قوي. هدف جميل جميل جميل. عجمان شكل ولون وطعم جميل مع الدقائق الأولى مع التيفو في البداية مع الطوارئ العجمانية. يفتح نادي عجمان بهدف جميل. هدف كله برستيج الحقيقة من اللاعب مبونجو. إذن مبونجو يسجل هدف. بص الجملة بص الجملة بص الأوفر لاب يا ولد على الباص. إيه ده مش ممكن مش ممكن يا جماعة. النصر ستة لعيبة يضربوا كده. إيه ده مش ممكن. ألف به تمركز ألف به تمركز في الكورة. يا الله مش ممكن. شوف كل الناس دي جاية غلط. عبد العزيز سنجور خبرتك كلها دي حد يقف كده راجل. مش ممكن عبد العزيز سنجور. شوف الكرة خطيرة جدا 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 جدا. مش ممكن التمركز الدفاعي. الرقابة العكسية. فوزي وسنجور أسماء عندها تاريخ كبير جدا. لكن في الهدف اللي دخل مرمى نادي النصر ده يعني مش ممكن. لكن كان